هذا دعاء خاص لذوي وأهل المرحومة خديجة محمود خليل فطوم سوري من قرية نحف رحمها الله وأسكنها فسيح جناته. اللهم ثقل موازينهم، اللهم ثقل موازينهم، اللهم أعظم أجورهم، اللهم أعظم أجورهم، اللهم ألهم أهلها وذويهم الصبر والسلوان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزق فقيدتهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأسأل الله أن يربط قلوبهم ويثلج صدورهم ويجمع بينهم في جنات النعيم. اللهم عوض على أهلها الخير وأفرغ على قلوبهم الصبر وارزقهم من حيث لا يحتسبون الفرج والعفو والمغفرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية لهم في دينهم وأهلهم وما لهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.